لماذا البعض منا يا إخوة أزال من ذهنه حفظ القرآن مع أنها منزلة عالية؟ حتى أن هناك من بعض المحدثين من استنبط من حديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، استنبط منه أن الشخص الوحيد في الآخرة الذي تتوقف جميع أعمال الناس إلا هو، تتوقف جميع حسنات القرآن حسنات الناس إلا هو، هو الشخص حافظ القرآن، لأن الله يقول له اقرأ وارتقي، فهو الوحيد الذي الله يجزيه على حسناته في الآخرة. القرآن يا إخوة مع المؤمن في دنياه ومعه في آخرته. هذا الرجل الذي قيل له اقرأ وارتقي، لما تفتش في حال دنياه كان مرتبطا بالقرآن، ولهذا القرآن لم يتخلى عنه يوم القيامة فرفعه درجات.